أتوجه إلى الناخب في مدينة الخليل وأقول له إن خير من استأجرت القوي الأمين القادر على النهوض بواقع خدمات الحكم المحلي وتقديم نموذج لإدارة عصرية تخرج المواطن من الهم اليومي الذي يعانيه. إن برنامج قائمة المبادرة الوطنية هو برنامج واقعي يخلو من الشعارات، سيعمل بجدول زمني معلوم يبين عمق المعرفة لأوجاع الوطن. الخليل رمز للصناعة الوطنية، يجب العمل على تجميع ما شتت خدماتيا من جراء تطبيق اتفاقية الخليل وتقسيمها إلى H1 و H2. نعم للتغيير في كافة مجالات الحياة، ولا للمحسوبية والوساطة والرشاوي، وفي المجال الصحي نعم لرفع مستوى الوعي الصحي والرعاية الصحية والتأمين الصحي لجميع فئات المجتمع الفلسطيني. من أجل الارتقاء بصحة الأم والطفل، حياة أفضل مع التجديد. نعم لتطوير الشوارع القائمة وفتح الشوارع جديدة وجسور أنفاق وتجهيز البنية التحتية لها، ونعم لتطوير شبكتي الكهرباء والمياه. نعمل من أجل رفع مستوى كفاءة المرأة وترسيخ ذاتها في المجتمع. نعمل من أجل المحافظة على حقوق الطلاب المتفوقين والمتميزين ودعم صندوق الطالب الجامعي. لدعم الصناعات الحرفية الوطنية. نعم من أجل مدينة عصرية نظيفة ترتقي إلى مكانة عالية في الوطن خالية من التلوث البيئي. لدعم ورعاية ذوي الأسرى والشهداء. سنعمل على إنشاء مشاريع استثمارية في الخليل لمحاربة البطالة ولتشغيل الشباب. سنعمل بإذن الله سويا مع المواطن ومع ممثلي مجالس الأحياء على تطوير مدينة الخليل حتى تكون مدينة مزدهرة اقتصاديا، نظيفة وعصرية، توفر رفاهية العيش لجميع مواطنيها من خلال بنية تحتية حديثة وإدارة عصرية.